إن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها كائناً من كان هو أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطائهم هي التي تشكل حقه في الوجود وهي التي تبرر له أخطاءه وجرائمه. هذه من ضمن الأقوال المشهورة والتي أعجبتني في روايته عائد إلى حيفا للكاتب الشهيد غسان كنفاني. فأهلا وسهلا بكم أحبة الطلبة مرة أخرى مع غسان كنفاني والبومة في غرفة بعيدة والجزء الثالث. وهيا بنا مباشرة إلى مجموعة الأسئلة الموجودة معنا على السبورة، وكالعادة ببدأ في السؤال الأول: ما الفكرة الرئيسة من النص السابق؟ فلو أجانب ممكن نكتب فكرة رئيسة. إذا أعدت قراءة النص بينكم وبين أنفسكم بتشوفوا إنه الكاتب بيوصف في البومة وذكرياته معها، فشوفوا بيحكي العيون هي العيون غاضبة واسعة، وجه مفلطح عجيب منقار معكوف كنصل، فهو إيش يصف فيها وفي أيضا في ذكرياته معها. وأيضا السؤال الثاني: ما معنى الوطأة والمفلطة؟ من شدة الوطأة أو تحت تلك الوطأة؟ الوطأة يعني الشدة، أي تحت تلك الشدة. المفلطح في اللغة هو العريض الواسع المنبسط، عريض واسع منبسط، يعني مش يكون متعرج كثيرا. وهذا ما ينطبق على وجه البومة المفلطح العجيب. وأيضا لدينا سؤالنا الثالث: الصور الفنية جميعها الموجودة معنا في هذا المقطع، ونبدأ من عند المنقر المعقوف كنصل. إذن هو يشبه منقار البومي بالنصل، الآلة الحادة القاطعة. أيضا الريش الرمادي الملون بحمرة تجمع خصلا كصوف. شو اللي صوف؟ الريش الرمادي تبعها زي الصوف الذي يتجمع كصوف قذر بعد أن ابتلى بماء المطر. إذا تشبيه ثاني: ريش البومة المبتل بإيش؟ الصوف القذر المبتل بماء المطر، طبعا لأنه بيكون لاقط أوساخ وغبار وما إلى ذلك فيصبح بهذا الشكل. أيضا سقطت الذكرى، شبه الذكرى بحجر أو شبه الذكرى بشيء ثقيل يسقط له صوت أو يسقط محدثا صوتا. والتمعت كل الأشياء التي ذكرتني بها البومي. إذا شبه البومي بإنسان قاعد بيحكي هو وياه في قصص معينة، فالبومي ذكرته في قصة معينة، فإذا هو إيش؟ شبه البومي بإنسان. وهذه أشهر التشبيهات والصور الفنية الموجودة معنا. المعاني الصرفية اللي موجودة في النص اللي أمامنا هي المصباح. والمصباح شو رأيكم؟ مر معنا: قد أشرق المصباح يوما واحترق، اسم آلة. والمنجل، نعم اسم آلة. ملونة ومغروسة ومعقوف، مرت معنا صياغتهم كثيرا في الدروس السابقة، وهي جميعها اسم مفعول. مفلطح زين اسم مفعول. واسعة وغاضبة ومدوية ومفاجئة اسم فاعل. عجيب أسود وقح وعريض صفة مشبهة. أعرف ما تحته خط، بنتركه للآخر وبنجاوب مباشرة. السؤال السادس: وردت كلمة ممنوعة من الصرف، استخرجها وبين سبب منعها. شوفوا: كنصل عريض لمنجل أسود، صفة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء، أسود سوداء، فأخرجناها وبينا سبب منعها. ما المعنى الذي أفادته الزيادة في كلمة أضاءت ويتجمع؟ أضاءت أو أضأت المصباح أفادت معنى التعدية، يعني المصباح لحاله ما أضاء، وأضاء فعل متعدي، فأضأت أنا المصباح، فأضاء هو المصباح، فأفاد معنى التعدية أي جعل الفعل اللازم متعديا. وأيضا من معاني الزيادة كلمة يتجمع. يتجمع، جمعته فتجمع، أفادت معنى المطاوعة. المطاوعة يعني أنه يرد على الفعل، يعني الفعل يمشي معك يرد عليك، فالمطاوعة أفاد معنى المطاوعة.
ما المعنى الذي أفاده حرف العطف ثم في قوله ثم وقفت أمام الصورة الملونة؟ بدي اياكم دائما تعرفوا انه ثم تفيد الترتيب والمهلة، يعني الترتيب والتراخي، بينما الفاء تفيد الترتيب والتعقيب أي بسرعة. ولدينا أيضا ماذا قصد الشاعر بقوله سقطت الذكرى بعد فترة فاصلة مدوية صاخبة فأورثتني دوارا مفاجئة. شوفوا هان بلاش يحكي عن تأثير على الكاتب، أي تأثير سقوط الذكرى وتذكرها عليه. فنستطيع أن نقول بأن الشاعر قصد بقوله سقطت الذكرى بأنه تذكر أيام قريته وتذكر الذكريات التي عاشها هناك وكيف قام بدفن الصندوق خلال القصة، تعرفون قصته. وهذا الأمر أورثه دوارا مفاجئا، وبدا له فعلا أنه يعرفها جيدا وليست مجرد صورة موجودة أمامه. فإذا كان كذلك صف البومة كما وردت في النص، فإنت ممكن الطول الصفات المحددة للبومة كما هي موجودة هنا. مطلوب منا نعرف بعض الكلمات اللي اخترناها وضعنا تحتها خط، وهي من الأهمية بمكان لم تزل تطل غاضبة. شو يعرب غاضبة هان؟ كيف تطل؟ نعم حال. كيف تطل؟ برضو واسعة حال. كيف تطل؟ مغروسة برضو حال ثاني، حال ثالث منصوبة. ولكن يا جماعة إذا أجى بين الأحوال وواط بتبطل تصير، بتصير اسم معطوف اسم معطوف، بس طول ما فيش عندي واو حال أول حال ثاني حال ثالث، أي يجوز تتابع الأحوال وراء بعضها بعضا. كصوف صفته، ونعت بأنه قذر، فقذر نعت مجرور لمين؟ لصوف. وأورثتني أو فأورثتني دوارا، من اللي أورثت؟ اللي قامت بالفعل، اللي قامت بالفعل البومي. أورثتني الإي اللي أنا قاعد بحكي، البومي ورثتني إشي فأنا مفعول به أول، مشان تعرفوا أنتوا شو ورثتني البومي بصير، وهي دوارا مفعول به ثاني. ومفاجئا صفة لهذا الدوار، إنه إيش؟ مفاجئ. والتمعت خلال الضباب المتكاثف، تكاثف يتكاثف متكاثف برضو اسم فاعل هنا من الفعل تكاثف. بس نشوف شو إعراب كل، شو إعراب كل؟ فبدكم ترجعوا تكونوا الجملة المفيدة من عند التمعت، فبتقول التمعت خلال الضباب المتكاثف كل الأشياء اللي ذكرتني. طيب مين اللي التمعت في ذهنك؟ كل، يعني الأشياء، بس هو ما كانش والتمعت الأشياء، لم يقل ذلك، إنما قال التمعت كله، فكلها فاعل مرفوع بالضم وهي مضاف، والأشياء مضاف إليه مجرور. اختصرت في الإعراب كثيرا لأن هناك بعض التعليقات التي يعني تريد مني أن أخفف نوعا ما من الإعراب، مع أنني لو أريد أن أعمل يعني وزن نسبي بين الذين يطلبون الإعراب لوجدته أكثر، ولكن أحاول أن أراعي جميع الفروق الفردية بينكم، ويعني أحاول أن أصل وإياكم إلى بر الأمان أكثر فأكثر. أتأمل ترك التعليق المناسب أسفل الفيديو ومتابعتي في الأجزاء القادمة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.